فريد وشادية عريس وعروس على الشاشة وحدها. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة السابعة من حلقات الأوتار المتعانقة بين فريد الأطرش وشادية بقلم الصحفي والناقد الفني مجدي فهمي، كما صدرت بمجلة الشبكة اللبنانية ابتداء من العدد 906 ليوم الرابع من شهر يونيو حزيران عام 1973، قيد حياة فريد وشادية رحمهما الله، مع التنويه بأن جل الصور التي تؤتت الكبسولة من اختياري، وتجدون في صندوق الوصف رابط الحلقات السابقة لمن فاته الاستماع إليها والاستمتاع بها ولحظات مفيدة وممتعة. العاصفة الأصيلة مثل عين الماء الصافية لا تسقي الأرض التي تتدفق فيها وحدها، وإنما هي تحمل الري إلى ما حولها، وكانت هذه حالة شادية. أحست وهي تدخل استوديو الأهرام من جديد بقلب مشغول في هذه المرة أن كل ما فيه عزيز عليها. المرآة الثقيلة في قاعة المكياج بدت في عينيها صديقة لها في النفس ألفة، والخزانة الخشبية في غرفتها الصغيرة لم تفتح ذراعيها الخشبيتين لاحتضان الأتواب وحدها، وإنما المزيد من الذكريات. والذكريات في حياتنا أشبه بحبات قمح في كيس مطقوب، تتناثر هنا وهناك فنعود إليها ونحاول لملمتها. وشعرت شادية بوشائج من صداقة حميمة تشد إليها الذين زاملتهم من قبل والذين تعمل معهم من جديد. كلمات المخرج يوسف شاهين لم تعد تضايقها عندما تتلكأ على شفتيه، وإرشادات مدير التصوير العصبي أحمد خورجيد تقبلتها بهدوء. نحن عندما نحب حتى عيوب الآخرين، وعندما نكره نبغض فيهم حتى صفاتهم الطيبة. هذه هي معادلة العاطفة في قلوبنا، والذي قال إن العاشق يطرب حتى لنباح الكلب لم يخطئ ولم يجانبه الصواب. وكان الفيلم الجديد من لون الكوميديا خلا من تلك الدموع التي زخرت بها مواقف ودات حبك، وابتعد شبح الموت عن بطله لترفرف حوله في هذه المرة طيور السعد. وعندما دفع إلي السيناريست الفنان سيد بدير بنسخة من سيناريو انت حبيبي قبل بدء التصوير بأيام، وجدت ألفة بين الذاكرة وبين أغلب مشاهده. كان الفيلم يعتمد بالأساس على الموقف الضاحك والمواقف الضحكة منذ أفلام ماكسينيت الأولى، مرورا بإنسانية شارلي شابلن الضاحكة، وحتى يومنا هذا تتشابه. ولاحظت درجة تشابه قوية بين انت حبيبي وممنوع الحب. بدا لي أن خطوط أحدهما يعكس خطوط الآخر، كأنهما نيجاتيف وبوزيتيف لشكل واحد. ففيلم محمد عبد الوهاب القديم يعتمد في خلفيته على قصة روميو وجولييت، وفيه يتزوج الموسيقار البطل المطرب رجاء عبده التي أحبها بالرغم من الخلاف بين أسرته وأهلها، ولكنه في سبيل إرضاء الأهل يتظاهر بأنه إنما يسومها العذاب ألوانا. أما فيلم فريد الأطرش الجديد فقد عكس الأوضاع، اقترن فيه البطل بالبطلة ليس عن حب، وإنما تنفيذا لوصية عم مشترك جعل النسب بين أولاد شقيقيه شرطا لحصولهما على الميراث. وما أن ينتقل الاثنان إلى فندق أنيق لقضاء شهر العسل حتى تبدأ عمليات تأديب فريد لشادية بقصد إكراهها على الطلاق. فريد يضرب شادية، والذين شاهدوا الفيلم لم ينسوا مشاهد كثيرة منه. في واحد منها أجلس فريد شادية أو أنامها على الأصح فوق ركبتيه، ثم راح ينهال على ظهرها بالضرب تماما كما يفعل الآباء في عملية تأديب الأبناء. وفي مشهد ثاني أصر يوسف شاهين على أن يضع الأصفاد حول معصمي فريد وهو في طريقه إلى المأذون حتى يأمن عدم هروبه.
فبدا العريس وكأنه متهم ينقلونه إلى قفص محكمة الجنايات. ويومها قال لفريد بعد أن خلع الغوايش، وهي تسمية أبناء الكار للقيد الحديدي: قد تكون هذه هي الطريقة الوحيدة فعلا لحملي على الزواج. ولم أضحك لملاحظته، فقد كان الجد فيها يغلب على الدعابة. وإذا كانت الجماهير لم تنس هذه المشاهد وغيرها، فإن هناك مشهدا أعتقد أنه لا زال يعيش بكل تفاصيله في خيال بطليه. كان فريد بالسموكينج الأسود والقميص الأبيض التقليدي والبابيون الشهير، وكان جسد شادية مفرغا داخل ثوب حريري أبيض التصق بصدرها حتى ركبتيها، وترك ذراعيها وكتفيها مكشوفة، وكان على رأسها طرحة بيضاء بدت كأنها جناح ملاك أعاره لها أو حماها به. والاثنان كانا في الكوشة، ذلك الركن الذي تلفه الورود والذي يتضمن مقعدين مذهبين. ولو أن مأدونا حقيقيا وليس كومبارس بملابس مأدون جلس قبالتهما وردد بعده عبارة الإيجاب والقبول المنصوص عليهما في إجراءات الزواج، لانقلب الأمر فرحا حقيقيا. التمثيل ليس دائما كذبا كما يصر لي ستراسبورغ، إنه أحيانا أمان حبيسة تطفو إلى سطح وجودنا، إنه شيء يشبه الأحلام نفيق منه ونحن نادمون على أننا لم نعشه إلى الأبد. حجر يسقط في البحيرة. وفي حجرة المكياج، وقبل أن يخلع كل من البطلين ثوب اللحظة السعيدة، اقتربت عزيزة مراد، أشهر حاكي الثياب في الوسط الفني، من شادية، ومرت على ثوبها بيد حانية، ثم قالت: والنبي ست العرايس. والتفتت إلى فريد وقالت له وفي عينيها فرحة: لايقين لبعض فعلا. وسكتت لحظات، وكانت بالطبع تعرف القصة، ثم أضافت: نفسي أشوف اليوم ده قبل ما أموت. وسقط حجر ضخم في البحيرة الهادئة. انسحبت شادية وهي تسدل الجفون على العيون حتى لا يرى الآخرون الأثر الذي أحدثته كلمات عزيزة. وتسلل فريد إلى البلاطو وهو لا زال بالسموكينج. الفكرة وجدت أخيرا. الغاز النفاث يتسلل من أضيق الفرجات ليملأ المكان كله، وكذلك الأفكار القوية. لقد تسللت فكرة الزواج لأول مرة إلى أرض الحبيبين، وساعد على سرعة انتشارها انشغال العزول الأبدي فؤاد الأطرش بفيلم إيمان الجديد. فقد تعاقد معها المخرج هنري بركات على بطولة الفيلم الأول الذي أنتجته الشركة الجديدة عبد الوهاب بركات، وهي الشركة التي كونها المخرج الأصلع الذكي مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، بعد أن انفصل الأخير عن شركة الأفلام المتحدة التي كان يملكها المرحوم أنور رشدي. كان اسم الفيلم أيام وليالي، أما بطله فكان ذلك المطرب الصاعد بتبات عبد الحليم حافظ. ولما كانت أغلب مشاهد الفيلم تصور في الخارج في حدائق قناطر وتفتيش أنشاط، فقد اعتاد فؤاد أن يمضي سحابة يومه إلى جانب زوجته السمراء. الأرض التي تخلو من الصخور يسهل عليها أن تنبت الزهور. ولكن هل كان فريد مقتنعا بفكرة الزواج ومن شادية بالذات؟ أقولها للحقيقة إنه لم يكن ضدها، وأقولها للواقع وهو أيضا لم يكن معها. كان موقفه أشبه بموقف النائب المنتخب حديثا، من الصعب اتخاذه موقفا حازما قبل أن يدرس الأمور من كافة نواحيها، أو لعل موقفه كان نابعا تماما من كلمات الأغنية التي اشتهر بها ويقول فيها: ما أقدرش أقول آه وما أقدرش أقول لأ. الزهرة تطلب المزيد من الهواء. وإذا كان حب فريد وشادية كما وصفته من قبل مثل شجرة الزين التي تحتاج إلى نور وفير وسقي غزير ورعاية من عيون كثيرة، فقد بدأت ظهور هذه الشجرة تطلب المزيد من الهواء.
أصبح الحب أقوى من أن يختبئ عن العيون، عيون الناس. أما عيون الأصدقاء فقد اعتادته. لم تعد العلاقة بين الحبيبين محصورة بين جدران الشقة الأنيقة في العمارة المطلة على النيل، وإنما خرجت إلى الهواء الطلق. كان يطيب لفريد أن يدعو شادية لتناول العشاء في مطعم خريستو، أشهر مطاعم شارع الهرم، وهو عبارة عن حديقة تحيط بفيلا صغيرة ذات طابع ريفي. ونبعة شهرة المكان قربه من الاستوديوهات، ثم براعة طاهيه في إعداد السمك المشوي. وقد اعتاد فيليبا الجارسون اليوناني القصير الطيب أن يرحب بضيفيه وأن يفرد لهما مكانا خاصا تحجبهما عن العيون الفضولية، الأوراق العريضة لشجرة موز كبيرة. وبدأ يزوران الأصدقاء. أصبح ترددهما على فيلا أحمد خورشيد التي تواجه استوديو الأهرام تماما أمرا عاديا. واعتادت الأسرة الصغيرة والضيفان العزيزان قضاء السهرة في الحديقة في انتظار انتهاء اعتماد زوجة المصور السابقة من شي الحمام على الفحم. وذات ليلة جاء محمد جعفر يزور الأسرة أثناء وجود فريد وشادية. ومحمد جعفر كان من أشهر قراء الكف في القاهرة قبل أن توافيه المنية منذ عامين. وقد سبق أن كشف لعمر الشريف عن تفاصيل رحلته الكبيرة السريعة إلى دنيا الشهرة العالمية، وأخبره بنبأ لقائه مع المخرج ديفيد لين قبل أن يتم بشهور طويلة. وقالت شادية لفريد: خليه يقرأ لك الكف. وكان رفض فريد قاطعا، فهو يعاند التنجيم منذ أن بعته عرافة بموت إسمهان غرقا. ومدت شادية يدها، فنظر جعفر إلى خطوطها ثم سكت. ولما ألحت عليه في أن يقرأ لها طالعها، اكتفى بأن قال لها: خط القلب عندك مضطرب. ولم يضف شيئا بالرغم من إلحاح المطربة العاشقة. وكانت الكلمات كافية لإنهاء السهرة قبل موعدها. الشلة تمرح في الإسكندرية. ولم تعد شادية تزور خورشيد، كانت تعتذر برقة من تلبيات الدعوات، خشية أن تلتقي هناك بجعفر الذي تحول في عينيها من قارئ كف إلى مقص مزق لها بعض شريط الأحلام. وأحس فريد بذكائه، وذكاء فريد من النوع الذي لا يعلن عن نفسه، بأن كلمات قارئ الكف انطبعت بمداد قاتم في مخيلة حبيبته، فعرض عليها أن يقضي ويكند في الإسكندرية، ورحبت بالفكرة. وفي الإسكندرية احتل المطرب العاشق الجناح الذي اعتاد حجزه في فندق سيسيل طوال الصيف، بالرغم أنه كان يزور الثغرة مرة واحدة كل أسبوع من أجل السباق. وفضلت شادية أن تحل ضيفة على صديقتها ليلى فوزي في الفيلا الهادئة التي تستأجرها بضاحية سيدي بشر، وأصبحت الشلة رباعية، كل اثنين فيها عاشقان، ليلى وجلال معوض وفريد وشادية. وبدأوا يترددون على شاطئ أبو قرنائي، حيث الأسماك تنقل من البحر إلى النار في دقائق، وحيث يستطيع كل زبون أن يختار ما يشاء بنفسه. أما أغلب السهرات فكانت على شرفة صيد بالسلسلة، المكان المفضل بالنسبة لفريد، لأنه كان يهوى في ذلك الوقت المراهنة على أبطال الرماية. وفي نهاية إحدى السهرات استعدت الشلة للتفرق، كل إلى مكان إقامته. وفجأة قالت شادية: عاوز أرجع القاهرة. وسألها فريد: متى؟ قالت بإصرار: الليلة. وبدلا من أن تنطلق الباكار الخضراء إلى سيدي بشر، عرجت إلى بداية الطريق الصحراوي متجهة إلى القاهرة. كان فريد يقود السيارة بنفسه، وكان سقفها مرفوعا يسمح لنسمات الليل وأشعة القمر بحرية التسلل إلى داخل السيارة. وكانت شادية تجلس صامتة، عيناها على الطريق الأسود الطويل المتعرج كأنه ثعبان عملاق يزحف وسط تلال لا نهائية من رمال. وفي لحظات قليلة كانت عيناها ترتدان إلى وجه فريد، وكان السؤال الوحيد الذي نطق به فريد هو: ما بك؟ وكانت كلماتها اليتيمة: أشعر بانقباض لا أعرف سببه. وعلى رموشها السود استقرت حبات من دمع
كأنها لآلئ براقة سقطت في شباك صغيرة. والواقع أن حالة الانقباض هذه كانت تلازم شادية بين الحين والحين، وهي حالة ميلانكولي قد يكون مبعثها كبت بعض المتاعب في الوجدان، وقد يكون مبعثها شعور خفي بالتطير. وهناك أمر صارحتني به المطربة ذات الصوت الناعم كرنين أجراس الفضة، قالت لي ذات مرة إنها لا تكره شيئا في الوجود قدر الساعة الرمادية التي تلي الغروب. إنها تسقط هذه الساعة من حياتها، تغلق عليها النوافذ، ترفض أن ترى صورة الكون كله حتى تنحسر تماما. ولم تكن تنهي اعتكافها إلا إذا جاءتها الخادمة تقول لقد حل الليل. وسألتني يوما تحليلا أو تعليلا للأمر، فقلت لها لعل تلك الساعة ارتبطت بأحداث أو حادث سيء في طفولتك الأولى، أو لعلك إذا ما أخذنا بطريقة التداعي ترين في غروب الشمس غروب العمر أو العاطفة. والسؤال هو، هل كانت شادية ميالة إلى التطير مؤمنة بأن اليوم قد يحمل نذيرا للغد؟ لست أدري، لعل عماد حمدي كان يدري. نبوءة في عيادتي طبيب. وأنا لم أرى عماد منذ التقيته في استوديو مصر غداة طلاقه، وقد جمعتنا فجأة حجرة الانتظار في عيادة طبيب الأسنان المعروف أحمد علي حسن نقيب أطباء الأسنان في ذلك الوقت. كنا أربعة في الغرفة الأنيقة، عماد حمدي تصحبه سويسرية نحيلة رقيقة شقراء لعبت دورا في اندمال الجراح في قلبه، وكنت أرافق بوسي امرأة عمري التي كانت تشكو من ألم ضرس لعين. وجاء دور السويسرية الجميلة لدخولها حجرة الكشف، وأصرت على أن تدخل رفيقتي معها حتى تشجع كل منها الأخرى، فالمرأة لا تخشى شيئا قدر ما تخشى آلات طبيب الأسنان الحادة. وفوجئت بعماد يقول وقد أصبحنا وحيدين: أنت صديق فريد، أليس كذلك؟ وردت: بالطبع. فأضاف بصوته الخشن المميز: أنا أخشى عليه من علاقته بشادية. ولم أعلق كبير أهمية على العبارة رغم قسوتها، اعتبرتها تنفيسا طبيعيا عن شعور إنسان احتل آخر مكانه في قلب من أحب. ولكنه عاد يقول وبالحرف الواحد: إن برج شادية قد لا يتلائم مع برج الرجل الذي تحب. وسكت ثم أضاف: وأنت تعرف ما الذي حدث لي في فيلم الصقر. وكان الصقر أول إنتاج سينمائي تتعاون فيه إيطاليا مع مصر، وقد اختير يومها المخرج صالح أبو سيف ليتعاون مع الإيطالي جياكومو جونتيلومو في إدارة الممثلين. والذي حدث أن عماد سقط عن ظهر جواد وأصيب بشرخ في عموده الفقري ألزمه الفراش مدة طويلة ولم يبرأ من آثاره تماما. وكان ما حدث في الأيام الأولى لحب شادية وعماد. وحاولت أن أطمس الحادث وملابساته من ذهني وخيال عماد، فقلت: هذه أمور تحدث كثيرا في أفلام الحركة. واحتد صوت عماد وقال: تذكر جيدا ما سوف أقوله لك، إن دار العرض قد تشتعل فيها النيران أو يصاب المعمل بعطل يتلف السلبيات، لا بد أن يحدث شيء حتى لو كان قيام حرب. وأحسست بأن الكلمات ليست إلا إبرة مسنونة تفرغ كل ما تبقى في بالون الحقد، وأنهى الحوار خروج الصديقتين وقد تورم خد كل منهما. ومرت أسابيع وتحققت نبوءة عماد حمدي كاملة. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.